عالمة ون بي سبورت أن الحسين عمتة مدرب المنتخب الوطني المحلي يتجه نحو استدعاء حارس مرمى فريق الوداد الرياضي أحمد رضا التكنوتي للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين. وحسب مصدر مقرب من الناخب الوطني المحلي، فهذا الأخير يضع التكنوتي ضمن قائمة اختياراته للمشاركة في الشان بعد انتهاء مدة توقيفه من قبل الجامعة، وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قررت توقيفه. حارس الوداد عن حمل قميص المنتخبات الوطنية لمدة 3 أشهر بسبب التقرير الذي رفعه عمتة عن التكنوتي بعد نهاية مباراة الجزائر برسم الدور الفاصل والمؤهل للنهائية. جدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين ستجرى في دولة الكاميرون خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و25 من شهر أبريل القادم. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر الجديد إن شاء الله.